يطلعوا فعلا يعني. اشرفنا على الانطلاق الرسمي للعمليه الانتخابيه لهذا اليوم 7 سبتمبر 2024. الذي نتوقع منه ان شاء الله يكون عرس وطن الامتياز، حيث لاحظنا يعني الاقبال لباس به المواطنين في الدقائق الاولى الافتتاح الذي كان الساعه 8. الاجواء نشوف يعني تمر في ظروف جيده وحسنه، يعني لم نرى يعني شيء يشوب هذه العمليه، النقائص وغير ذلك، يعني التأطير لم توجد يعني 100% بمكاتب التصويت. كذلك الإقبال المواطنين الإقبال يعني لا بأس به، توافد يعني إن شاء الله راح يبشر بالخير من المعطيات الأولية. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم رانا جايين نأدوا في الواجب تاعنا الانتخابي من الساعة الأولى إن شاء الله، وحنا جايين نفوتوا على الرئيس الأنسب. اليوم رانا في يوم عرس فرح بانتخاب هذا اليوم الجديد، ونتمناو الخير للجزائر. بالتوفيق ان شاء الله. انا جيت هنا بندي الواجب تاعي، الواجب الوطني، ونطلبوا من كاع الشباب انهم يتقدموا وينتخبوا. هذا واجب علينا.